فدوا العبيد بالعربي وكل شيء غليه راه حتى مشروع في قرويه حتى مره ما تلو بيه عندي اليد نحرم عليها فهمتي علاش نحرق باللي واحد لازم فلوس فهمتي واللي ما لا واحد يمشي يحرق باش يدبر الفلوس ان شاء الله فرج شويه نحبها وكهو كلها تحب تحرق وكل شيء وفدوا العبيد بالعربي وكل شيء غليه راه فوتوا بالفلوس قبل اللي هو عباد شرى واصحابي نيه شرى حرقت وشرى السرق وفما الشد الرابطيه وكل شيء. يعني الشباب نتاع القروين ضايع طبعا. ما فماش خدمه، يخدموا كان في سوسه وفي تونس وعباد غادي ما فماش حتى مره ما عملوا حتى مشروع في قروين، حتى مره ما تلهوا به، فهمتي ولي؟ والله كما نقول. وانتم علاش مثلا ما تحاولوش انكم تفركسوا في خدمه بعيد على القروين؟ هنا بعدت اما فما عباد اخرين ما تنجمش نيجيها الفلوس مش تمشي تمشي معناك الفلوس تخدم ما عنديش لازم فلوس فهمتي ولي ولي عجباتك واحد يمشي يسرق ما تعجبوش ولا يمشي يحرق ما يخدم في بلاده ولي حلوا له مشروع في قروين ولا في اي بلاصه في قروين في تونس في كل شيء وبعثوهم تو يخدموا فهمتي ولي جربت تحرق معناها؟ انا الحرقه ما عنديش بيع فهمتي انا نخدم في تونس والحمد لله. وعلاش ما جربتش الحرقه؟ الحرقه ما عنديش فيه كيفي عندي اليد نحرم عليها فهمتي علاش نحرق باللي عندي اليد فهمتي ماكش معرس؟ ما زلت كلمه كهو معناها خاطب بالكلمه هذه نقول لك كلمه وتهز في الموسم ولا انا ما كلش في المولد ما مولد قروي انا عايز مولد نهزلها ان شاء الله تهزلها في الموسم نعرفش ولا نعرفش ما زلت ما هو ما يحصل ما يهزلها كان كادو ولا فهمتي ولا هذيك هي قضيه شنو هو الكادو اللي باش تهزولها هذي ما تحبوش نقولوا حبيت نحكي على الخدمه ولا القروي ما يسالش انا هذا كادو هذا قط وورد هيك هي تهزلها الورد زاد يا لالا حق الورد هي في متغشى منا ما نصلحوا الامور الحمد لله وعلاش متغشى منه؟ فهمت ولا هذاك هو البنويت هذيك هي. هكيك وحده تغشت منك. هذيك هي ترجع هذيك هي. شنو تو ترجع؟ تو ترجع هذيك يعني قد ما تتغشش منك في الاخر ترجع لك؟ حتى انا نحبها وعلى كل شيء نعمل المستحيل فهمتي ولا والله عندك انا ها؟ شنو تنجم تعمل على خاطرها؟ على جال المستحيل نعمل المستحيل فهمتي ولا كيفاش تعرفتوا على بعضكم؟ ولا تعرفنا واحد صاحبي معناك بالمعرفه هكا الحمد لله قالك فما بنيه تحب تهني على روحها دونك حكيت معاها قابلتها نهارين هكا هو وين هزيتها كي قابلتها؟ يزي هاي هزيتها الكزلاند معناك غادي القهوة السيد غادي قهوة معناه قهوة اسمها كنزلاند قهوة كل شيء ها هاي وحكيتوا وتفهمتوا معناها حكينا وتفهمنا فاهمة المشكلة هذيك هي تم مزروبة تم عارس قلت لها في عقلك خاطر واحد ظروفه فهمتي واللي تحب تعارس قلت لها في عقلك مزروبة تو في عقلك واحد لازم فلوس فهمتي واللي ما لا واحد يمشي يحرق باش يدبر فلوس لازم في الأقل صحيح واللي هي وانت بعد قداش من عام تنجم تعرس عام عامين ليه ياسر واحد اللي عنده فلوس يعرس كيما يحب هو اللي تو هاو العباد لازم قرض ولد بالقرض صحيح ولي ولد بالقرض الصاله بالقرض نمشي نسلك روحي باش يبعثوني وبنية دار ولا ما بنيتش؟ عندي دار عندي مولا مريقله ما تسكلها على شويه ثياب هذيك هي الحكايه راه نصدم على شويه تخدم على روحي يعني نخدم والله نخدم على جاله هي ونعرف شاله طرد هي ولا جاله هي هاي كيفاش تتفرج فيك شنو تقولها؟ كيفاش تتفرج فيك شنو تقولها؟ ان شاء الله تتفرج شويه نحبها وكهو نقول نموت عليها ان شاء الله ترضى علينا.